مساء الخيرات، اليوم راح نسوي محشي ملفوف بطريقة مرة لذيذة وتقديم حلو يناسب يكون وجبة رئيسية. رز قصر الحبة منقوع ومغسول، لحم مفروم، ثوم، بصل مفروم، بقدونس، السر اللي في الحشوة طماطم ومعجون طماطم وطماطم مجففة ودبس فليفلة، زيت زيتون ودبس الرمان، فلفل أسود وبهارات مشكل وكمون وملح ونعناع مجفف. نسلق الملفوف ملح وكمون، وهذا الملفوف اللي على شكل مفلطح يصلح للمحشي، فرغته من جوا. ناخذ ورقة كاملة من الملفوف ونشيل العرق ونحشيها. الثوم مع زيت الزيتون ومعجون الطماطم، نضيف له دبس الرمان، مكعب مرق دجاج والليمون والمويه. محشي الملفوف أتوقع كلكم تحبونه. الفكرة فيه إنه بس دخلناه بتقديم جديد، والنكهات اللي موجودة فيه جنن جنن.